موضوع الليلة بعتقد الكل ناطره ويسمعه، لأنه المرحلة اللي وصلنا لها اليوم صار بدها شوية تنوير. أكيد أنا يمكن مني مؤهل، بس أظن أنه يعني رغم ضعفنا العذراء حابة توصل شيء لإلنا. وبظن انه اذا بدي احكي عن الوضع يلي نحن فيه رح سميها معركة كبيرة، وهي صغيرة كتير عن الشيء اللي عم نحكي عنه اليوم. البابويت، اذا بتقروا البابويت شو كتبوا، سموه يلي عم نعيشه اليوم، سموه رعب كوني. وكلام تبهو منه هين، ويمكن بعضه صغير على الشيء يلي فايتين عليه. بعده صغير هلا اللي عم نعيشه، بعده صغير على اللي نحن فايتين عليه. وهالشي اللي داخلين عليه لازم يبقى بقلبنا انه شيء مفرح. نحن لازم نفرح، لازم نفرح، لانه يعني قديسين كتار اشتهوا يعيشوا الزمن يلي نحن عايشين فيه هلا، اشتهوا. ولازم نفرح لانه يسوع هيك خبرنا، ولانه في انتصار للخير على الشر. هون عم بحكي عن انتصار جماعي، يعني على مستوى البشرية كلها. ما في انتصار، وهيدي الفكرة، من دون رح سميه هالفرن أو هالتطهير، أو بدكم نسميها هالتنظيفة يلي بدنا نمرق فيها. فإذا رغم كلام مثل رعب كوني أو كلام مثل معركة أخيرة، لازم يكون هيدا شيء مفرح. يعني اللي عم يسمع هالكلام الليلة إذا حقيقة همه خلاص نفسه بده يفرح، ويلي همه هالأرض وروح العالم بده يزعل، ويلي رح يكون قلبه معلق بهالأيام الصعبة بالأمور هالدنيا وبالدنيويات وبالشهوة وبالسلطة وبكل شيء، رح يكون زعلان باللي عم بيصير. ولازم نكون مش بس هيك، لازم نكون عم نصلي له إنه يصير. يعني نقول له يا رب، مثل ما بقول الكتاب، بقول يسوع: لو لم تقصر تلك الأيام لهلك أكبر عدد من المختارين. بدنا نصلي ربنا يقصر الأيام تيقدر يخلص أكبر عدد من النفوس. وبتعرفوا يلي ما بيصلي له إنه يصير، يعني يلي ما بده إنه هالشي يصير، مين بيكون؟ بيكون الشخص المعمي. ويا ما في كتار اليوم معميين، مفتكر إنه البشرية اليوم ماشي بألف خير وكل شيء منيح، لأن شاطرة البشرية ومعها مصاري وعم تتقدم بالتكنولوجيا، وهلأ بالطب وبالمعرفة وبالعلوم وبالأبراج وبالهندسة، مدن تتطلعوا فيها ما بقى نشوف فيها شيء بدل على الله. أبدا 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 يعني. وربنا منه راضي عنا، بس يلي مبين انه عم تبعد اكثر عن ربنا، وعم بتصير اكثر واكثر تحت سيطرة ابليس، تحت سيطرة الشر. وطلع حواليكم، صار في ظلمة. هي الظلمة لما تكون بقلوب الناس بدها تبين لبرا. لو ضو النهار عم يطلع علينا، عم نشعر في ظلمة، النفوس كلها مأسورة بظلمة. ظلمة الخطية. عم يبين وجوه الناس لما قالنا يسوع: انتم نور العالم. شو قصده؟ قصده هالسلام الداخلي، هالنعمة الموجودة بقلبنا بدها تفيض لبرا. لو في ليل بده يبينوا هول المسيحيين، لأنه الأنوار الروح القدس عم تطلع منهم. ولما نكون عبيد للخطية، نحن عايشين بظلمة، وهالظلمة مبين اليوم على وجوه الناس. والبشرية واصلة للي عم يوصفوه البابوات إبادة شعوب وجزء من البشرية. هيدا رايحين عليه. فإذا إخوتي، هيدي العملية يلي حكيت عنها بدها تصير، ومثل ما قلت لازم نفرح فيها، ولازم نصلي انها تصير، وإلا منوصل لأضرب شيء هو يلي عم نبلش نشعر فيه: فساد شامل وفناء كامل. لأنه إذا رح نكفي هيك، رح توصل البشرية انها تبيد بعضها، يفنوا بعضهم البعض. اليوم لما الخي بده يدمر خيه، شو اللي بيمنع وطن يدمر وطن؟ قوة تدمر قوة، دولة تدمر دولة، آخر شيء البشرية تدمر بعضها البعض. كله بيرجع للإنسان هو.
وهالكلام مش من عندي، هذا الكلام للبابا يوحنا بولس الثاني سنة 76 قبل ما يصير بابا بكم سنة، كان بعده كاردينال عم بيزور الولايات المتحدة الأمريكية، بكلام نبوي بيقول نقف الآن هلأ، وهذا الكلام اليوم بيتطبق، بمواجهة أعظم معركة تاريخية تمر بها البشرية. هالمعركة اللي عم بحكي عنها لكن بالأول، نحن الآن نواجه المعركة الأخيرة بين الكنيسة الحقيقية والكنيسة المزيفة. عم تشوفوا في تعليمين بكفة، بين الخير والشر، بين الإنجيل الحقيقي والإنجيل المزيف. توضع هذه المعركة في تصميم العناية الإلهية، وبيقول البابا إنها محنة على الكنيسة أن تتأهب لمواجهتها. يعني عم بيقول إنه نحن لازم نتحضر، نحن لازم نتحضر، والناس مش عم تتحضر لأن الناس مفكرة أنه الحياة مكفة هي عادة. والسر بهالكلام بابا بآخر جملة قال البابا، بقول وأني أرى متأسفا بأن المجتمع المسيحي لم يفهم هذا بعد. بس قالوا لي مين عم يفهم؟ ما حدا فهمان شيء من شيء، ما حدا فهمان شيء. إذا بالأمور الإيمانية البسيطة ما بعم يفهموا، إذا ما بعم يميزوا هيدا خطية وهيدا فضيلة وهيدا صح وهيدا غلط، بده يفهموا هالكلام؟ بده يفهموا شو يعني اليوم معركة أخيرة عم يحكي عنها البابا بهالزمن بآخر الأيام؟ ما رح يفهموا. وهيدا يلي يسوع بالإنجيل عم يجرب يفهمنا إياه. لما سألوه بمتى 24 قالوا له قبل ما يفوت على الدخول على أورشليم، سألوه علامات الأزمنة، شو قال لهم؟ لك بيحكي يسوع عن زمن بيقول بده يصير فيه تكتل لأشياء مرعبة مرعبة. ما هالكلام ما خلص، هلأ بده يصير. بيحكي عن حروب، بيحكي عن كوارث طبيعية، طلع شو عم بيصير، الحرائق اللي عم بتصير، التطرف المناخي، الأعاصير، الفيضانات، هذه كلها وين هي؟ وصلت لتطرف مش مقبول، عم نعيش شيء نحن وصغار ما كنا نشوفه، والقبلنا سبقونا ما كانوا يشوفوه. فإذا الأرض مضطربة كلها، عنا حكي عن مجاعات، أمراض، أوبئة، حكي عن زلازل. شو بيقول من بعدنا سمه كلهم عن علامات الأزمنة، وبقول هذا كله بدء المخاط، يعني هيدي بداية الألم، بداية الألم. وبيقول عن هيدا الزمن يلي حكيناه، فستحدث، ليكو هالكلام، عند إذن شدة عظيمة لم يحدث مثلها منذ بدء الخليقة إلى اليوم ولن يحدث. شو يعني؟ يعني ما رح يكون زمن هالقد صعب لا قبله ولا بعده، ولا بعده. يعني هيدا الكلام هلأ رح أوصله بالآخر، شو يعني ولا بعده؟ ما رح يصير مثله. فإذا يسوع، تنرجع للكلام، عم يحكي عن زمن مش كل عمره كان هيك، إنه منسمع طول عمره في زلازل وبيقولونا طول عمره شو تغير، طول عمره الأرض هيك، لا، طول عمره في مجاعات، طول عمره في حروب، لا. مين قال؟ بس يسوع ما وقف هون، كمان بيعطي علامات وبيزيد علامات أكتر، وهذا اللي بهمنا قبل كل شيء، عوامل خارجية وطقوس ومناخ وفضاء، قبل هول كلهم. يرتد عن الإيمان الكثير من الناس. شو يعني؟ يعني مثل ما سمعنا بالإنجيل هلأ، عندما يعود ابن الإنسان هل سيجد إيمانا بعد على الأرض؟ يعني الإيمان بده يفتر، الناس ما بقى تآمن، ويخون بعضهم بعضا، مش برا، مش بالشغل، مش بين الجيران، مش بين الأصدقاء، عم يحكي بالعيلة، لأنه بكفي. ويبغض واحدهم الآخر ويسلم الأخ أخاه إلى الموت. شو هالزمن الصعب يلي كان ابن عمي بالماضي عيط له خيه، اليوم ابن عمي بعيط له عدوه. انت عدو لإلي، انت عدو لأولادي، وبعلم أولادي انه عدو ابن عم خي بي. هاي مش من علامات اخر الزمن عم يحكي عنها يسوع؟ والابن ابنه، ويتمرد الاولاد على والديهم
ويظهر أنبياء كذابون كثيرون يضللون الكثيرين من الناس ويعم الفساد. هون انتبهوا هالفكرة، يعم الفساد، يحوي وصلنا له الفساد وين ما كان، فساد عائلة، فساد اجتماعي، فساد سياسي، فساد وطني، فساد أخلاقي، كله عم نشوفه. فتبرد المحبة في قلوب كثيرة. مينيموم مينيموم اليوم لما شوف هولي كلهم خيانات، اضطهادات، ناس عم بحقد، كراهية، هذا كله لأنه القلب ما بقى فيه محبة، ما بقى فيه محبة. مشان هيك بقلب هالمعركة اللي نحن فيها ربنا عم يبعت أمه. نحن بحاجة للعذراء، بحاجة. هالزهورات تخيلوا من 150 سنة، في قبل أكتر، بس عم نحكي الزهورات الأخيرة المهمة، من ريدي باك كاترين لابوري عطيتنا الأيقونة العجائبية، لا لسالات، لا لورد، لا فاطمة وغيرهم. مش جاي العذراء بس تطلب صلاة وتقوى وتوبة، هولي دايما بتطلبهم، بس في شيء زيادة جاي العذراء تقوله، جاي لشيء تاني مهم جدا، جاي تفهمنا انه وصلنا للمعركة الأخيرة. وهذا يلي كتار مش عم يفهموه بزهورات العذراء. وصلنا على زمن صعب، وعم بتقلنا صلنا عن يلي عم يحكي عنه رؤيا يوحنا بالفصل 12. شو هو فصل 12؟ المعركة الأخيرة بين المرأة الملتحفة بالشمس وجيشها، وبين التنين وجيشه. هيك بيقول سفر الرؤيا، وهيدي بيقول الكاردينال دياز يلي كان ممثل بابا بنديكتوس رسميا، يعني هو رئيس مجمع نشر الرسالة والإيمان والتبشير بالعالم، بافتتاح يوبيل لورد سنة 2007، 150 سنة. بيقوم بيقول كلمته، أكيد البابا بيعته، يعني عم نحكي يمكن البابا قايل له شو بده يحكي. بيقول العذراء مريم في هذا الزمن، من زهورات ريديوباك إلى لسالات إلى لورد إلى فاطمة وغيرها من الزهورات المثبتة كنسيا، نزلت من السماء تجمع جيشها لتواجه جيش الشر. ما في أوضح من هيك. وبقوة جيشها هي سوف تضرب الجحود الذي يمهد لظهور المسيح الدجال الأنتيكريس. مين بعد بيحكي انه جاي الأنتيكريس؟ ولا هيدا من الممنوعات نحكي عنه اليوم؟ المسيح الدجال يلي اليوم عم بيحضروا لظهوره. الكتاب المقدس حكي عن مجيئه، مار بولس برسائله حكي عن مجيئه، مار يوحنا حكي عن مجيئه، رؤيا يوحنا حكيت عن مجيء المسيح الدجال يلي سماه بالفصل 13 الوحش الطالع من البحر يلي بده يخلي الشعوب تخضع له ويبلشوا يعبدوه. ومش بس هيك، بتعليم الكنيسة كاتيشيزم دوريجليس كاتوليك يلي ما حدا عم يقريه بقى، يلي بده يعرف شو عم بيصير اليوم، الأجوبة لكل المسائل الإيمانية بالبند 675، لك شو بيحكي؟ كلام كمان نبوي، لابد للكنيسة قبل مجيء المسيح هلأ أن تجتاز امتحانا أخيرا يزعزع إيمان كثير من المؤمنين. يعني نقطع بخضة إيمانية، الناس بدها تبعد عن الإيمان، لكم مثل الكلام اللي قلناه كله. والاضطهاد الذي يرافق زيارته للأرض، يعني بدنا نقطع باضطهاد من نهين، يكشف سر الجور. شو يعني؟ يعني سر الإثم، سر الخطية. من هو؟ في شكل تجيل ديني، هرطقات، بدع، أفكار غلط، يقدم للبشر حلا ظاهرا لقضاياهم ثمنه جحود الحقيقة. يعني بده يقدم شيء فيك، شيء مزيف ليحجب الحقيقة يلي هو المسيح. وبيختم تعليم الكنيسة، والتجيل الديني الأعظم هو تجيل المسيح الدجال. فإذا جاي الأنتيكريس، وهلأ رح نشوف انه كل اللي عم نقطع فيه هلأ هو تحضير لمجيئه. ومار بولس بأكد هذا الكلام برسالته باتنين تسالونيك اتنين الفصل 2، ليكو شو بيقول؟ كلام كمان كلام نبوي،
يوم الرب لا يجي إلا بعد أن يسود الكفر، مثل ما عم نعيش اليوم. يعني الله ما رح يجي قبل ما الكفر يعم الأرض ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، منو؟ العدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا. بدو يقلهوه لك، بدهم يعبدوه، مناطرين الجماعة، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله. فإذن عم نحكي عن فترة، عن زمن كتير صعب. تخيلوا، كتير كتير صعب. مشان هيك لازم تبلشوا تميزوا بين مخطط المسيح يلي نحن منتبع له، مسيح الحقيقي يلي هو هدفه وقضيته كانت خلاص النفوس، وبين مخطط المسيح الدجال يلي همه الوحيد شو هو؟ هلاك النفوس، هلاك النفوس، هيدا اللي بالدنيا. واليوم قبل بكرة، لأنه كرمال الأمور عم بتصير أسوأ، وكل ما عم يمرق الوقت كل ما رح يصير صعب عليكم تميزوا بين الخير والشر، مثل ما عم بيصير هلا مع اللي حوالينا. إلهم سنين عم بيجربوا يعودوا البشرية وخصوصا المسيحيين على فكر تعليم خاطئ. وشو هو هالفكر؟ هلا بلشنا نحس فيه. شو هو؟ إنه كل الأديان مثل بعضها. ليه؟ لأنه عم بيحضروا شيء اسمه النظام العالمي الجديد. ما رح أقوله بالإنجليزي، وهلأ بواسطه ما رح سمي الكلمات يلي بتنهادة، طبعا يعملوا حظر على الفيديو مثل ما عملوا مع غيري، كله بالعربي وبالدارج. نظام عالمي جديد، ومقابل هالنظام شو عم بيحضروا؟ بارالل إلو ديانة عالمية موحدة. شو فيها؟ شو بدهم يعملوا؟ بدهم يلغوا المسيح. كيف؟ وهون رح أحكيكم أكتر كيف التاريخ عم بعيد نفسه. تخيلوا اللي عم نعيشه اليوم صار من قبل. آخر سفر أو آخر كتاب بالعهد القديم قبل مجيء المسيح اسمه سفر المكابيين. إذا بتقروا سفر المكابيين بتعرفوا شو عم بيصير هلأ. بس هلأ بأيام سفر المكابيين كان هون بالمنطقة يعني لوكال، هلأ اللي عم بيصير جلوبال على صعيد البشرية والأرض كلها. كان بوقتها الأمبراطور، كانت الأمبراطورية اليونانية هي المسيطرة الإغريقية، وكان الأمبراطور اسمه أنتيوخوس إبيفانوس. بيقوم الأمبراطورية اليونانية كسحت بلاد الفرس ومصر، وكانوا سيطروا على ما يسمى العالم يلي بيمتد من اليونان، روما، مصر، وبلاد ما بين النهرين. هذا كانوا يعتبروه العالم البيبلي أو العالم القديم. فكانوا اليونان سيطروا عليه. إجوا بدهم يعملوا شيء. شو عملوا؟ بدهم يلغوا كل الديانات بالمنطقة، وبدهم يعملوا دولة، ليكو، دولة عالمية موحدة. بطلوا للتاريخ مش عم بعيد نفسه. بدهم يعملوا اليونان دولة عالمية موحدة. شو فيها؟ عندها نفس التقاليد، عندها نفس الإيمان، عندها كل شيء. كل يلي عنده دين خاص ممنوع، ممنوع يؤمن فيه. وهذا اللي عم بيصير اليوم. رح نشوف اليوم نفس الشيء. بدهم يعملوا نظام عالمي جديد، بلشنا نشوفه، بلش يبين، بلشنا نلمسه. وكل هيدا هلا مين قاعد؟ شيطان، ابليس، من خلال عملائه والنخبة العالمية، ما بدي اسميهم كمان تما ينعمل حظر على الفيديو، يلي هن عم بيخططوا لهالشيء. وراح يصوروكم بكره النظام العالمي انه هيدا خلاص العالم الاقتصادي، رح تتسيسروا ماديا، رح ترتاحوا، مع انه هي كذبه. خلاص العالم الاجتماعي ويا لطيف. وبعدين انه هيدا خلاصكم، رح فوت بعد شوي بموضوع الطعم وبترتاحوا، بالعكس عم نريحكم، عم املكم مستقبلكم، بس انتو فوتوا بهيدا النظام العالمي وما تعتلوا هم. كله بس حساب شو؟ وصايا الله، تعليم الكنيسة، والأسرار، والإربان، والعذراء، والتقوى، والقديسين، والتسعويات، كله بده يضربوه. فمثل بسفر المكابيين شو صار؟ وصل الموفد يلي بعته الأمبراطور، وصل عند شعب إسرائيل على أورشليم وغير مدن، وقال لهم تفضلوا يلا، كل الشعوب اللي حواليكم عملت هيك، أرام عملت هيك، مصر عملت هيك، كنعان عملت هيك. بقوم شو بيعمل؟ بولع قبولة نار وبقول لهم تفضلوا كبوا كل كتبكم المقدسة، ومن هلأ ورايح الدنيا ماشي هيك.
بدكم تمشوا مثل ما نحن بدنا لكم تمشوا. يعني إذا ما ناخذها اليوم كيف مشونا؟ الموضة الغلط، القصير، المزلط، البابيت، البواد دنوي، الإجهاد، عبادة المال، كل هيدي الأمور رح نشوف الشذوذ، كل شيء حضرينه بهيدا النظام يلي إجا موفد الأمبراطور بسفر المكابيين قال لهم احرقوا كتبكم المقدسة. وهيدا الماشي اليوم رح نشوفه اليوم، ممنوع وممنوع وممنوع، ورح تلمسوها مع الوقت انها ممنوعة ممنوعة، بس رح نشوف شو الحل بصار بسفر المكابيين، لأنه أظن بدنا نعمل الحل يلي هن عملوه. وهذا اللي صار. شو صار؟ قاموا وصلوا على ضيعة قاعدين فيها العيلة المكابية، بيوصل موفد الأمبراطور وبيجي معه اليهود، مين؟ الخونة يلي قبلوا يمشوا معهم. ما تفكروا اليهود رفضوا كلهم، في منهم دغري قبلوا، بدكن ايه؟ البدكن ايه بصير؟ بقوم بيعملوا قبولة تيكبوا كتبهم، بيوصل متتية يلي هو بي العيلة المكابية، بقول لهم أنا وعيلتي مع الرب وشريعته، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. بقوم بيقتل موفد الأمبراطور وبقول لهم يلي بيضلن أمنا للتعليم وللشريعة يهرب معنا على الحرش. وهيك صاروا يكتروا يلي شوى إيمانه نص على نص، يروحوا وين مسيطر هذا النظام العالمي، يقتلوا موفد الأمبراطور ويرجعوا اليهود يلي بدهم شوية بوش يتشددوا، تكتروا عملوا جيش ورجعوا انتصروا. كان شو عملوا؟ كانوا دنسوا الهيكل اليونان وحطوا على الهيكل اللي بتقام فيه المذابح بالهيكل ذبيحة تمثال للإله زوس يلي هو إله الآلهة عند اليونان، يعني صار تدنيس بقلب الهيكل. وهيك كلهم انضموا لبعض ورجعوا حرروا الهيكل وجددوه ونظفوه ورجعوا للدين الأصيل كل شعب إسرائيل. وهيدا يلي عم بيصير اليوم، تاريخ عم بعيد نفسه. تذكرون ما في شيء صدفة، الحرب اليوم على وصايا الله، الحرب اليوم على تعليم الكنيسة، وعم بيمشوا البشرية على نظام بيرفض الله من زمان بلشوا فيه. أخذوا مصطلحات من أكثر الديانات المعتمدة بالعالم، جمعوها مع بعض ليشكلوا حقيقة معينة مقبولة بكل ديانة. وانتبهوا، وهون الأهم، رح يضلهم يحكوا عن المسيح، بس بين هلالين عن أي مسيح بدو يحكوا، مش مسيحنا، عن أي مسيح بدو يروجوله، مش مسيحنا، مش المسيح يلي من آمن فيه نحن، مش مسيح البداية والنهاية، مش مسيح الألف والياء، مش مسيح نور العالم، مش مسيح الحق والطريق والحياة، مسيح تاني بدو يروجوله، يلي بقلنا يسوع كونوا حذرين من ثمارهم تعرفون، من ثمارهم رح نعرفهم. مع أنه يسوع بقلنا انتبهوا، أبناء الظلمة عندهم حكمة ودهاء وذكاء أكتر من أبناء النور. ذكي اسكيا، عارفين شو عم يعملوا. وانتبهوا هلأ ببين على الأرض أنه كل شيء، كل مخططاتهم عم تنجح. فليكن هلأ وقتهم، بس جاي وقتنا، بعدين جاي وقتنا. وقال لهم يسوع، قال لهم أنتم من أب هو إبليس وتريدون أن تعملوا بشهوات أبيكم، ذاك الذي كان منذ البدء قاتل للناس وما ثبت في الحق لأنه لا حق فيه. أصلا معروفين التابعين قالوا أبناء الظلمة ما بيحكوا بالحق، ما بيعرفوا الحق، لأن الحق بحرر، بس لما ما يكون في حق ما بيكونوا محررين، بيكونوا مأسورين بإبليس نفسه. عندما يتكلم بيقول يسوع بالكذب، يتكلم بما لديه لأنه كذاب وأبو الكذب. مثل ما اليوم انعين الناس إنه هو مش موجود، قال إبليس مش موجود. طب يلي كان مقتنع بهالفكرة هلأ اطلع حواليك يا حبيبي، شو شايف؟ ما أنه موجود لكل هالشرع على الأرض، وبعد ما فيه رأس مدبر لكل شيء عم بيصير، مين عم بيحرك هالأدوات كلها؟ مين عم بيحرك هالأشخاص، هالنخبة العالمية اليوم يلي قاعدة كل فترة بتجتمع بتخطط وبتدبر وبتنفذ وبتقتل وبتختال، كل هالأمور مين وراها؟ مين دايرها؟ يلي مخفي وقانع الناس انه مش موجود. وهيك قنعونا بس على سنين كتير. ما ننسى الكتاب شو بيقول، الكتاب المقدس
بيقول انه كان رئيس الملائكة. بين ذكائه واحتياله، بين قدرته على الكذب، قادر ياخد الكلمات ويحرفها مثل ما هو بده ويلعب ألاعيبه، حتى انه يسمعكم يلي انتو بدكن ياه، يلي بريحكن. هيك عم بيصير اليوم، ما بدهم يسمعوا الا اللي بيريحهم. ما تخوفونا، ما تقولونا انه جاي ايام حلوه، لا في اون روز. هيك عم يقنعوا الناس، ما بيسمعوا الا اللي بيريحهم، لانه منه غبي، منه غبي. ما رح يوقفوا بوشكن مثل ما بيصوروه بالفلومه مثلا بالكرتون، ينفخ نار عليكم ويحكيكم بصوت خشن هو ويخوفكم مثل ما كنا نحن صغار يقولونا ابو كيس جاي عليكم انتو نايمين. مش رح يعمل هيك. هلا اذكى طريقه عم يشتغلها، اذكى طريقه. بالعكس رح يكون كتير لطيف ومستعد يعرض عليكم كل شيء ماده بتتمنوه، كل شيء ماده، مثل ما عم يعمل مع النخبه العالميه والشخصيات اليوم المعروفه والمشهوره. في كتير شخصيات مشهوره لمين تابعه، باعوا نفوسهم له، باعوها تيوصلوا لهالمجد الباطل يلي هن فيه، يلي هن فيه. شوفوا، شوفوا شو عم بيصير بالعالم اليوم، قديش مخطط نظام العالم الجديد ويلي على راسه المسيح الدجال صار واضح. وقديش في ناس لهلا بعد ما عم يقتنعوا ومفكرين انه يلي عم بيصير شيء طبيعي ومبسوطين فيه. شايفين كل شيء طبيعي. رح اعطيكم مثل نظام العالمي كيف عم بيحضر لامور كثير من قبل زمان، حتى اهم نقطه عملها النظام العالمي اخر 50 سنه هو ضرب العائله. ضرب العائله، نهار اللي انضربت العائله تفكك كل شيء. تفكك الايمان، تفككت العادات المسيحيه، تفككت التقوى، ما بقى شيء. ما بقى شيء، وخاصة عم بحكي بالغرب. بلشوا بالمساكنة، الولد لما يصير عمره 18 أو 16 سنة بروح بيعيش مع وحدة، كل شيء عادي. ومش هيك ببرروها بحجة الحب، إنه نحن منحب بعض، ما عم نأذي حدا. ألو وين البروبليم؟ شو بيكون أنتو عشوم أو مين هالقد الأمور يعني؟ لك كيف؟ لك حتى عنا بلبنان، لك بيروت، بيروت ما في لكم قد ايش صار في ابارتمونات ناس عايشه مساكنه مع بعض البعض. هيدي غير الكوبلات المتزوجه، متزوج مرته وعايش مساكنه مع وحده تانية. هذا شغل مين؟ ليش وصلنا لهون؟ خدوا الزواج المدني انه شيء منيح اليوم، والناس بيباركوا لهم وبيروحوا على القداس وبيتناولوا الربان عادي. الشذوذ الجنسي شيء منيح. وحتى اليوم وصلنا لشيء اسمه أنا بقرر شو الجنس اللي بدي يكون فيه أنا. إذا سابق أو بارح، مبارح حكيتني بنت بالجروب معنا مدام عايشة بأمريكا، قالت لي بالمدرسة يلي أنا بشتغل فيها هي معلمة، قالت لي في ولد إنه صار عمره يمكن يا 6 أو 7 سنين، يجي صبي عادي على المدرسة، فجأة شفناه طول شعره، فجأة صار يجي على المدرسة لابس روز لون بناتي، فجأة غير مودة تيابه. بعدين حكينا مع الأهل شو عم بيصير مع الصبي، إنه كان رجال عم بيصير مرة، عم بيصير بنوت. قالوا الأهل ابننا حابب يكون هيك ونحن منحترم له حريته، هو الحر يقرر شو بده يكون، شو بده يكون. ليش الـ LGBT هلأ بالعالم؟ الـ LGBT شو شعارهم؟ Love wins. الحب دايما هو الربحان. أي حب، لك أي حب هيدا دايما ربحان. بشو ربحان؟ خدوا حرية الإنسان، إنه الإنسان يعمل شو ما بده، لو شي هيدا بخالف وصايا الله وتعاليم الكنيسة. خدوا الإجهاض، شو شعارهم؟ My body, my choice. جسدي خياري، أنا حر أعمل فيه، ما حدا له دخلة، لا الله، لا القديسين، لا العذراء، لا الكنيسة، لا المكرسين، لا أهلي، ما حدا نوصي على جسدي، أنا حر أعمل فيه اللي بدي إياه، ماي بادي ماي تشويس. يا حرام، يا حرام. كمان كيف دخلوا بعدين لما بلشت مع الحياة الإنترنت، الأفلام ضد الطهارة، الأفلام الإباحية، شي منيح، تركوا أولادكم يتسقفوا جنسياً. وين صرنا؟ ومش بس هيك،
مضيعة الوقت عم بتشوفوا قديه نحن عم نوقع بهالفخ، نحن عم نوقع فيه، مضيعة الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي والزبالة يلي موجودة فيها، كمان بقولونا شي منيح، عم بتشوفوا شو عم نشوف حوالينا، قديه عم نضيع وقت ومنقول ما عنا وقت نصلي الوردية، ما عنا وقت نقعد قدام القربان، ما عنا وقت نزور المرضى، ما عنا وقت نعمل خير، بس عنا وقت نقعد على مواقع التواصل الاجتماعي ونضيع وقت فيها على تفاهة. أكبر تفاهة وصلت للبشرية اليوم هي تفاهة المواقع التواصل الاجتماعي، من حط صور لفيديوهات ما بيمن شي للمسيح، ما في شي بدل على المسيح نهائيا. تنوصل لشغل هالنظام العالم الجديد، وصلنا لجائحة اليوم، وباء كما ما راح ألفظهم بالأجنبي تما يعملوا حظر، خلينا بالعربي، وباء مخطط له من زمان، يلي بعده مقتنع انه طلع هيك مثل ما قنعونا بالصين، قال وحدة أكلت خفاش وطوات. صراحة يعني قد الإنسان بحاجة يصلي ربنا يعطيه حكمة يميز، لأنه بقول ماربولوس ما يجب أن لا نجهل أفكار إبليس، لا يجب أن نجهل أفكاره، لازم نعرف العدو كيف عم بيفكر اليوم، كيف عم يعملوا غسيل دماغ على صعيد عالمي بالنسبة لهيدا الوباء. لك إعلاميين سياسيين كل أصحاب النفوذ ما بتلاقيهم غير على التلفزيونات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الدعايات وعلى البانويات على الطرقات، وما كان عم بيذكرونا بشكل متواصل من خلال هالمؤامرة انه ما في بديل لمحاربة هالوباء الا من خلال الطعم، بس ما في شيء تاني، الطعم هو خلاص البشرية اليوم. شيء حلو بعد رح نشوفهم جايبين هول التوبات الطعم ومضوين شمعة وعم بيقدوا السجود له كل يوم كل يوم، أبانا وسلام على شفاعة الطعم، الطعم 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 الطعم. المسيح وين؟ الإربان وين؟ الأسرار وين؟ الأيكون العجائبية وين؟ توب الكرمل وين؟ الزيت المقدس وين؟ المي المصلية وين؟ القديسين وين؟ كلهم هول وين؟ انتهوا؟ انتهوا؟ الطعم هو من ضمن هالمخططات يلي بعد مش واعي لهالشغلة وبعده بيطلعوا بيشجعوا، مؤامرة متفق عليها بحجة انه عم يضمنوا السلام العامة وإعادة الازدهار الدول بالمستقبل القريب، وهيك قايلينهم ياي حياتنا رح تكون أحلى بكتير، لك دخيلكم عم بدي أعمل الطعم، بقى بدي سافر، ماني قادر، أنا قادر أضبط حالي بالبيت القد، أنا بدي روح شوف أصحابي، بدي أعمل فاكانس، بدي روح أعمل شوبينج، بدي سافر، بدي أنزل على البحر، بدي أنبسط، بدي أستثمر، بدي أكبر شغلي، بروح بعمل طعم، لك شوف فيها أنتوا عشان مكبرين الموضوع هالقد. لا كيف عم يزرعوا بالناس انه في مستقبل بعد عصر ذهبي للبشريه جايه من خلال الطعم. يا حرام، مش عارفين شو ناطرهم، مش عارفين شو ناطرهم. وانتبهوا هالشي مش مزبوط انه جاي ايام حلوه، حتى منظمه الصحه العالميه يلي هي جزء من هالمؤامره، هي جزء منها، بتاكد على الكلام بتصريح قالته، الطعم لن يعيد الحياه الطبيعيه السابقه، ما رح ترجع حياتنا مثل ما كانت، ما رح ترجع، وحضروا لهالشي من قبل. لكن كيف بلشوا يفوتوا لنا أمور، يبلشوا يحضرونا لهاي الأمور اللي بدها تصير. أول شغلة بالألفان وخمسة عملوا إنفلونزا الطيور، هي وانتبهوا صرنا نخاف وما بعرفوا الدجاج عنا والإن الدجاج وانتبهوا رح نلقط، فوتونا هالفكر. بال2009 فوتوا إنفلونزا الخنازير، شو قولكن وصرنا نخاف أولادنا بالمدارس، فوتونا بدوامة قلق كلنا قطعنا فيها. بال2014 فوتونا بشي اسمه وباء إيبولا، وبال2016 عملوا وباء اسمه زيكا. لكو كيف تبوا انتهوا، هن وقت بدهم بينهوا يعني، بس ليه تيبلشوا حضرونا انه في سلسلة أوبئة كلها بدها تجي ورا بعض، وكل هالأمراض كانت تجريبية وعم بحضرونا نفسيا ليلي وصلنا له اليوم، تيقدر هالنظام العالمي يقدر يتحكم فينا شوي شوي من خلال الطعام. هيك بده يتحكموا فينا. تم تصنيعه بأقل من سنة. أنا هم ما بفهم الأطباء شو أجوبتهم، شو أجوبتهم؟ نعرف أطباء بالأول كانوا ضد الطعام
وبروفيسورية بالمستشفيات 24 ساعة قلبوا، لا بدو يقلبوا. شو التليفون اللي اجاهم؟ شو المصالح اللي كانوا بدو يخسروها؟ شو الزبونات اللي بدو يطيروا من ايدهم؟ فكروا فيها. انه الطعم انعمل بأقل من سنة، بالرغم من انه التاريخ الطبي للطعومة بيقول انه تصنيع اي طعم بده من 8 للعشر سنين ليبلش ينعطى للمرضى. شو هالسرعة بكم شهر صارت هالشغلة؟ طب ما ربنا عطانا عقل، عطانا حكمة من مواهب الروح القدس السبعة، نقدر نميز، نفهم شو عم بيصير. وتخطى كل المراحل التجريبية الطبية والأخلاقية كرمال يتوزع على الدول بأسرع وقت ممكن. بلشنا اليوم نسمع ونشوف الأثار الجانبية يلي عم بتصير. وبرجع بقول هلا بلكم شو أثار الجانبية، ما تنغشوا بكل شيء عم بتشوفوه أو عم بيفرجوكم إياه ويلي عم بتوصلكم إياه وسائل الإعلام الميديا. اليوم وسائل الإعلام هي أداة بإيد المسيح الدجال. كل فكر، كل روح المسيح الدجال عم تمر اليوم بكل وسائل الإعلام دون استثناء. كله تواطئ، كله تواطئ. ويلي بدكم إياه تصدقوه بأنعوكم تتصدقوه. مثلا الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية بفرنسا، تبوا هيدي كم معلومة في كتير إذا بتفوتوا وبتقروا في كتير بس تما طول، أحصت الأثار الجانبية للطعم، عملت مثل ستاتستيك بيّن إنه الطعومة عم تعمل تجلط الدم، أكيد هيدي بتفرق بين طعم وطعم، اضطرابات ضربات القلب، كسور بالقلب وغيرها من الأمراض اللي عم بتبين. في ناس انصابت بشلل نصفي، كله موثق. وهلا رح تشوفوا ورح خبركم في ناس منعرفهم. وانا بعرف كذا عائلة بلبنان عمره 80-90 سنة كيف مات، بقلونا بارح عمل الطعم، من يومين عمل الطعم، من جمع عمل الطعم، مات من وراء الطعم ايه او لا؟ خلينا نشوف. على كل حال ما في إلكن قديش في ناس عم يحكونا ويتصلوا فينا ويخبرونا عن اختبارات بتخوف عم بتصير من وراء الطعم. في مدام بأمريكا اتصلت فيه بعرفها، قالت لي خيي عمره 50 سنة عمل أول جرعة من الطعم، مرض مرض كتير قوي، رجع عمل الرابيل تاني جرعة من الطعم، عمل سكتة قلبية أري كاردياك ومات. وقالت لي خيي من الأشخاص يلي صحتهم تمام، هؤلاء ما بيحكوا فيهم، ما بيحكوا فيهم. بس انتم فاكرين انه رح توقفون؟ ما رح توقفون أبدا. تتعرفوا انه الطعم، وهون المشكلة غير انه شو عم يعمل، بدنا نشوف الطعم نحن ليش ما فينا ناخده، لانه طبيا عم نحكي بعض من هول الطعومة استعمل فيهم ان خلال هنو عم بيفبركون او هنو عم بيجربون خلايا ناتجة عن اجنة مجهدة. هذا شيء لا اخلاقي، هذا شيء ما بيرضي ربنا. ربنا ايده بالطعم اليوم من خلال قتل الاطفال تيشفي البشريه. وين موقفنا كمسيحيين نحن اليوم؟ غير كمان النظريات اللي عم تقطع كتير امور لنوصل لشيء هلا اللي بده اوصل له بعدين. بس انا ما راح اخذ دور الناس المختصه بهالموضوع يلي عم تحكي على كل مواقع التواصل الاجتماعي عم تفضح هذا المشروع الشيطاني يلي اليوم ماشيين فيه. باللحظه يلي عم بفوت فيها الطعم على جسمكم ما في رجعه لورا، ما بقى فيكم تشيلوا هالسم من جسمكم إلا بعجوبة. وهالعجوبة كيف بتصير؟ يسوع قالنا إن شربتم سما مميتا فلا يؤذيكم. بس إذا أنا واعي لهالشغلة خلص بوقف، ما بروح بعمل الرابال التاني والرابال التالت، بوقف. أخذت أول طعم بوقف، لأنه بكرة جاييكم كذا وباء. عاملين ليستا امبارح مبقريه، ليستا كل فترة أي وباء ومسمينه اسمه، عارفين شو هو ومسمينه. بده يكون عنا رفض تام لهالموضوع. هيدي شهادة الحمل، هيدي ساعة الشهادة، هيدي إياها. ومش بس هيك، عم بخبرونا اليوم إنه بلبنان في مؤسسات كاثوليكية، جامعات ومدارس، عم بيهددوا الموظفين من هلا لأول أيلول أو لأول تشرين إذا ما بتعملوا الطعم بتطيروا من شغلكم. شو هالحكي هيدا؟ معقول؟ أكتر بلد هلأ عم بيعاني من وراء هالموضوع هي أستراليا. والله يساعد إخوتنا اللبنانية الموجودين هناك، عم بيتلفنولنا عم يبكوا. غير الحجر يلي عملونه نيال قاسي
لك ما فيك تحط إجرك برات البيت، هيك تمد إجرك من البيت بتكون الشرطة وصلت على البيت. هلأ صاروا يخافوا على صحتنا؟ هلأ بدهم خلاصنا؟ ولو ولو مين داير كل شيء؟ من هو سيد هذا العالم؟ شو بقول يوحنا؟ إن العالم كله قد وضع في الشرير. هلأ هول الكبار يلي هن مستلمين الطعم وكل شيء، هول الله عم يشتغل فيهم. لك عيب الشوم علينا نحن المسيحيين، ما بقى قادرين نقشع الحقيقة من الكذب، النور من الظلمة، مش قادرين نميز بقى. ولو وهيدا كله تحضير للشيء الأكبر يلي رح نوصله قريبا، الشريحة الإلكترونية، كمان ما رح سميها بالإنجليزي تما يعملوا لي حظر على الفيديو. وأنا بتتذكر وحكيت برياضات روحية كتيرة وبمحاضرات من سنة 2010، محاضرات كانت عم تنعمل عن هيدا الموضوع، عن الشريحة الإلكترونية يلي بستغرب كيف البعض بيقول إنه رؤية يوحنا خلصت. الرؤية يوحنا خلصت مع نيرون بالقرون الأولى للكنيسة. يا تعتيرنا لكيف خلصت، كيف خلصت؟ تخيلوا يوحنا من 2000 سنة حكى عن شيء تكنولوجيا بده يصير، ورح نوصل له بالفصل 13 لما يحكي عن المسيح الدجال الوحش الطالع من البحر يلي بده يجي يحكم البشرية 3.5 سنين. شو بقول بالآخر عنه؟ وأن يحمل جميع الناس كل البشرية، صغار كبار، أغنياء فقراء، عبيد أحرار، على أن يضعوا السمة على يدهم اليمنى، بدي يحطوا شيء هون هون أو على جبهتهم أو هون، بس هي درجة هون أكتر، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع، يعني ما في بزنس بقى، ما في تجارة، إلا إذا كان عليه سمة الوحش أو عدد اسمه. كيفها عم يحكي عن شيء؟ شو هو هالسمة؟ انه شو في كان بالماضي بده ينحط هون الكترونيك عم يحكي عنه يوحنا؟ وبكفي بقول وهنا لابد من الحكمة، من كان ذكيا ان شاء الله يا عدرا ربنا يكون عطينا هالنعمة نكون عن جد عم نفهم الكتب المقدسة، فليحسب عدد اسم الوحش هو عدد انسان وعدده 666، عدده 666. كيف بلشت هال666؟ بلشوا من الأول يسيطروا، كل المواد الغذائية عليها باركود، أنت تفوت على السوبر ماركت تيك 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 دغري بفوت السعر. 666 عليها أرقام في كالكول معين أنا ما بعرفه، بيوصل إنه هيدي الأرقام كلها بتعطي آخر رقم 666. من بعدها بدو يبلشوا يسيطروا، هن مستلمين الدورة الاقتصادية العالمية، وقت البدن بنزلوا الدولار، وقت البدن بعلوا، بنفس الشيء بلبنان. ما تفكروا في قوة خفية هي اللي عم تلعب فينا كلنا. هن وقت البدن بيعملوا فقر، وقت البدن بيعملوا مجاعة، وقت البدن بيخلوا الغنى بلد يختني. هن مسكين كل شيء. دورة الاقتصادية بالباركودات. رجعوا من بعدها عملوا شيء اسمه الكريديت كارد. من بعدها عملوا شيء حدا يعطيني تليفون. عملوا شيء اسمه التليفون. هلأ من خلال الشيب يلي بالتليفون أنا بيعرفوا أنا موجود هلأ ببيروت. بس أنا أبونا رالف نسيت تليفوني هون ببيروت ورحت على جوني، بس هن مفكرين أنا بعدني ببيروت من خلال التليفون، بس ما قادرين يمسكوني 100%. هلأ المرحلة اللي راحين عليها هي سيطرة تامة علينا من خلال الشيب يلي بدي حطوها بإيدينا، يلي من خلالها رح يقولولكن إنه إذا بكرة في وباء جاي أو رح تمرضوا بالسرطان، هيدي تشيب بتخليكن تعرفوا قبل بوقت إنكم مريضين تنلحقكم بالمرض، هيدي تشيب إذا حدا من ولادكن ضاع دوري تيك 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 على الكمبيوتر يحو موجود بالحي التحتاني نزلوا تجيبوه، هيدي تشيب رح تكون فيها خدمات كتيرة، رح تعملكن فحص دم، بكرة إذا فتوا على السوبر ماركت تدفعوا منا، إذا بكون تحولوا مصاري بتدفعوا منا، ليكو كيف؟ عم بفوتوكم بدومين انه في سيكوريتي في كل شيء. فهيدي هي السيطرة الأخيرة يلي نظام العالم الجديد بده يسيطر فيها علينا. كل شيء حكيته وأصوات كتيرة عم تكشف هيدي المخططات، مش بس أنا، ورغم هالشيء كتار من الناس ما بدها توعى، ما بدهم يوعى. هالندوات هيدا الكلام قلنا 10 سنين منحكي فيه، وفي ناس لهلأ ما بدها توعى.
ليش؟ لأنه ما بدهم يصدقوا أنه ربنا، وهيدا لازم نصدقها، عم يسمح بتأديب إلهي لنرجع نتوب، لأنه ربنا ما رح يغير مسار هالشر ويكبحه إلا بالتوبة، ما في شيء تاني. وما بدهم يتوبوا، ما بدهم حياة الصلاة، ما بدهم حياة الإماتة، خاصة حياة الطهارة. ما في إلكن التدنيسات يلي عم بتصير بالعالم، قد عم بتجيب غضب الله علينا، وهذا اللي صار أيام نوح، وهذا اللي جاب غضب صدوم وعمورة من وراء خطايا الدنس يلي وصلنا إلى اليوم. بدهم كل شيء يرجع مثل ما كان، يلي هو كيف كانت مثل ما كان؟ قالوا لي كانت حياة الخطية، كنا عايشين حياة الخطية، وهن مش عارفين انه ليرجع كل شيء نورمال لازم البشرية ترجع تخضع لوصايا الله. هون في جملة لديس أغسطينوس رح أقولها بالإنجليزي بحبها كتير، بيقول We were made to know, to serve and love God forever. نحن ربنا خلقنا تنعرف ونخدم ونحب الله للأبد، مش شيء تاني أبدا. بس اليوم فئة كبيرة من الناس انعملت تحب الله، بس عم تعمل عم تعرف إبليس أكتر، وعم تخدم إبليس أكتر، وعم بتحب إبليس أكتر. هذا اللي عم بيصير اليوم. وشوفوا كيف صارت البشرية وصارت الناس عبد للتكنولوجيا، صاروا عبيد للتليفون، لك إليهم صار التليفون، وبهالطريقة دو يتحكموا فينا ويعملوا كل يلي يعني مثل غسيل دماغ لقلنا ولولادنا من 50 سنة بلش يعملون. لاحظوا كيف خليكم تصيروا تاخدوا إذن لتظهروا من البيت لتروحوا ترجعوا. شاب رفيقنا عايش بسلطنة عمان، قال لي الهليكوبتر 24 ساعة بتمرق بين البنايات، ممنوع حدا يمد راسه من الشباك. قال لي زمطت شوي وقف بس على شط البحر، يا خي بدي شم هوا مش قادر بقى، اختنقت. قال لي طبوا علي. قال لي مرة كنا بالسوق نزلت الكمامة بس تحت منخاري، طبوا علي. هيدا شو هيدا النظام؟ هيدا النظام اللي جاي بعد ما شفتوا شي منه. تنبسطوا بس تعرفوا انه خففوا شوي الحجر. ما فيكن تظهروا من البيت الا اذا حاطين ماسك. كيف الكل ماسك ماسك ماسك، بتتلاقوا بالسيارة مسكرين شبابيك وحاطين ماسك، حاطت ماسك. الماسك بدل، كل شخص حاطت ماسك عم بدل قديه هو قادر يتجاوب مع النظام العالم الجديد. وبالماسكات عملوا إحصائية كيف فينا يمسكونا وكيف خضعنا بأسرع الطرق. بيحرموكم من كل شيء، وبس لما يعطوكم شوية دوز حرية بتقولوا كتر خير الله الدولة ما في منها. بس حرية شو عم يعطوكم؟ لك حرية شو؟ أيام الحرية خلصت، الحرية الحقيقية خلصت. نحن هلأ فتنا بزمن العبودية. نظام العالم الجديد هو نظام شيوعي بامتياز، الشيوعية راجعة بأقسى وجه لها تحت ستار النظام العالم الجديد والحرية، بس هو نظام شيوعي، والأيام رح تبرهن ورح تثبت هذا الكلام. عن جد ما حدا بقى واعي لكيوعه بقى. دول بالعالم خاضع كليا لإبليس، منه معتبرين انه في إله، ومنه معتبرين انه اي واحد منا له قيمة. لك نحن صرنا ارقام بالنسبة لإلهم، نحن صرنا سلعة، صار كلنا عنا باركود مثل أنية المي، كل واحد منا رح يخدموه برقم، يلا نيكست. هيك صرنا. وصدقوني هلا من نحن وصغار كل افلام هوليوود اللي كنا نحضرها من نحن وصغار يينو لي فيلم خرافة، صدقوني هالأفلام الخرافية طلعت حقيقية، طلعت حقيقية كلها. من زمان هوليوود عم بتحضر الناس ليلي جايين من خلال بس رسائل سرية بالأفلام، وهلأ بلشنا نكتشفهم. ما رح سمي الأفلام، انتوا عم تبوا عن أي أفلام عم بحكي. اسمحوا لي لكم انه كل شياطين جهنم صاروا هون على الأرض، كلهم ظهروا من تحت وصاروا هون ومشغولين بكل واحد فينا، محطتين على كل واحد فينا. لهالسبب لازم نضل مركزين على الصليب، لأنه نحن هلأ بقلب هالمعركة البعض عم بيشوفها نقمة، بس نحن بدنا نشوفها نعمة.
هذا اللي بدي اياه، هذا المساج اللي بدي وصله. اللي عم نعيشه اليوم نعمة إلنا، نعمة، وربنا أراد نكون موجودين بهالزمن لنعرف نقرر مع أي جهة بدنا نكون، مع أبناء النور ولا مع أبناء الظلمة، مع جيش المرأة الملتحفة بالشمس ولا جيش التنين. بدنا نقرر، ما بقى فيه بالنص. وصلنا للفرز هلأ، البشرية عم تنفرز مع وضد. مشان هيك أخوتي لما قال يسوع بالإنجيل إنه هالشيء اللي بده يصير لا كان في قبله ولا رح يجي بعده، يعني شو عم بيقول؟ إنه من بعده رح يكون في شيء كتير حلو، في شيء كتير حلو يسوع محضر لنا إياه. وهذا الحلو العذراء قالته بفاطمة، في النهاية قلبي الطاهر سينتصر. هذا شعارنا، هذا رجينا، ها تعزيتنا، لأنه بانتصار قلب مريم في ربيع جديد للكنيسة وللإيمان، في سلام جاي، في سلام حقيقي. شو بقول مار بطرس؟ لابد للمسيح أن يملك حتى يجعل أعدائه تحت قدميه. كل اللي عم بيصير بعدين بده يجي ملك المسيح ويحط كل أعدائه تحت إجريه، والنظام العالمي تحت إجريه، والديانة العالمية المزيفة تحت إجريه، ونفوت بزمن سلام. مثل ما قالت العذراء بفاطمة، إذا عمل الناس بما أوصيتكم به ستنجو أرواح كثيرة وسيحل السلام. وهذا العذراء هلأ عم تطلبوا منا. بالآخر بابل بالعهد القديم سقطت وبدها تسقط بابل، نظام العالم الجديد رح يسقط مثل ما سقطت بابل بالعهد القديم. بابل المدينة يلي انبنت من دون الله بتحدي لله، والنظام العالمي هلأ عم يطلع بتحدي لله يلي هو سيد هالحياة وسيد كل شيء، ضابط الكل، وهلأ عم ينبنى بشرية دون الله، وبالغرب بشكل واضح. بلشت من زمان ما في بقى ذكر لله بكل قوانين الدول الغربية، شالوا الله، شالوا. فإذن نحن ما عم نفهم اليوم ليش ظهورات العذراء بالعالم. لازم نعرف انه عم بتفهمنا العذراء وعم بتجيشنا وتحضرنا يلي ناطرنا تنشد حالنا. لازم نشد حالنا وانتبهوا، ما بقى نفكر اذا عملنا مسبحه واحده بالنهار بتكفي انه يا لطيف انا. العذراء عم تطلب ورديه، هلا بدها تكون فتره صلاه قاعده قدام القربان، هلا ايماتات، هيدا الهلأ يلي قادر يحمينا تنقطع المرحلة الصعبة. وما نخاف، لأن هلأ رح يقولوا يمكن بعض من بعض ما يسمع الوعظة خوفونا شو هالحكي وما بعرف شو. بدلكم شغلة، ما فينا بقى قدام هالصمت، قدام هالجحود هالفساد نضلنا ساكتين، ما فينا. وأنا بقلكم شغلة، أبناء النور، أبناء مريم، في شيء هن مش عم بيشوفوه بس هو موجود، وهيدا رح يكون هلأ بالمعركة الأخيرة. لما بالعهد القديم بيجي جيش الأشوريين والسوريين والبابليين بدون يسيطروا على المنطقة، قدام شعب صغير اسمه شعب الله يلي هو شعب المسيح اليوم، البقية الباقية لو بوتي رست، تبو رح يبقى البقية الباقية لو بوتي رست، هيدا اللي باقي. فأجوا على هيدا شعب الله ومش عم يقدروا عليه، فبيقوم شخص بيقول لهم قوتهم من قوة إليهم، في نبي عم بيصلي لهم، وهيدا النبي اسمه أليشا يلي هو تلميذ مارليس. هيدا إذا بتقضوا عليه بتقضوا على الشعب كله، وأكيد هيدا النبي مين بيمثل؟ بيمثل قوة الصلاة، بيمثل حضور القربان بحياتنا، بيمثل إم الله، القديسين، التقوى، هيدا القوة اليوم الموجودة معنا، وخاصة القربان والأسرار. عرفوا وين عايش، قاموا راحوا حاصروه ببيته، جيوش، مركبات، أحصنة، شو ما بدكم، كلها حوطت له بيته. قام هو طلع لبرا وقاعد يتمشى، طلع لهيك طلع فيهم قاعد يتمشى. هلا في معه خادمه تلميذه، قعدوا يسكوا اجريه وبلش يرجف، قال له يا أليشا طلع طلع، هول حوالينا جيوش كلها بدها تبيدنا. بيقوم أليشا وبعده عم يتمشى ومش فرقانه معه، بس قد ما وجعه قلبه على خادمه حسه رح يروح من بين ايديه، بيقول له لا تخف لان الذين معنا اكثر من الذين معهم.
لا تخف، احفظوها رغم كل شيء عم بصير، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وتطلع بربنا هيك وقال له يا رب افتح عينيه ليرى. فجأة ساعتها الخادم طلع هيك بالسما، شاف مركبات من نار وملائكة محاصرة كل الجيوش الأخرى عم بتساند شعب الله بالحرب. وهيدا يلي نحنا لازم نشوفه. ومش بس هيك، هيدا اللي لبنان لازم يشوفه. هلأ لبنان بسما لبنان، وهيدا الكلام هلأ عم وجهه للكل. الضيقة اللي عم نقطع فيها هي بروفة من الله، ربنا عم يدعكنا للأيام الصعبة، وهيدي نعمة. يمكن ما رح تفهموها بس بعدين رح تفهموها أنها نعمة. بسما لبنان هلأ في جيش من الملائكة بقيادة العذراء حاطين عينهم على لبنان وبدهم يحموا لبنان. نحن ما رح نسقط بلبنان. وأنا رح أقول شغلة، كل مسيحي لبناني بده يفل من لبنان يراجع حاله، لأنه هيدا فخ. صدقوني فخ. أنا عندي شعور قوي بقلبي إنه لأنه لبنان بقلب العذراء، نظام العالم الجديد ما رح يمشي بلبنان، والعذراء ما رح تسمح يمشي. بينما المسيحيين يلي هلأ عم بيغادروا عم بيهاجروا، أنتوا عم بتروحوا على وكر النظام العالم الجديد، وهونيك رح حطوكم تحت الأمر الواقع ورح يخضعوكم بقوانينهم بالأيام الصعبة. أما بلبنان الوضع رح يكون مختلف، رغم الألام يلي عم نعيشها اليوم. رغم الألام أنا بدعي بتمنى يلي قادر يرجع بأسرع وقت، تخلوا عن كل شيء عطيوكم إياه. نحن بلبنان لما تجي ساعة السفر أرضنا مباركة، ربنا رح يطعمينا منها، رح نعيش كلنا إخوة مع بعض، تنقطع الفترة الصعبة يلي رح يحكم فيها النظام العالم الجديد. بس برا شو رح يعملوا؟ شو رح يعملوا؟ نحن بتنقطع عنا الكهرباء جمعة ما بقى نتأثر، بصير شيء ما بقى نتأثر. ربنا عم يعرف يدبرنا أمورنا. برا شو بدهم يعملوا برا؟ وهونيك التعتير. فأنا بختام هيدي الكلمة بتذكر المزمور يلي بيقول إذا اصطفى علي عسكر فلا يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي ذلك ثقتي. ثقتنا هلأ بيسوع والعذراء، يسوع الإرباني بالوردية، وإخو تكون أكيدين مثل ما بيقول مربولوس، إن كان الله معنا فمن علينا. وبختم بكلام العذراء بلسلات، شهدوا بالحق وقاتلوا يا أبناء النور أنتم أيها البقية الباقية، لأنه هذا هو زمن الأزمنة ونهاية النهايات. آمين.